أهلا وسهلا بكل مشاهدين تي في 17 وبالأخص ببرنامج حديثك على الهواء. حلقة جديدة انطلقت معكم مشاهدينا مع ضيفي لليوم الأستاذ مارك جعرة. الأستاذ مارك جعرة عضو المكتب السياسي بالتحالف الوطني وأيضا رئيس جمعية جرين ويلز لتشجيع استعمال الدراجات بالمدينة. أهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج. صباح الخير، تشكرك للدعوة. أهلا وسهلا. خلنا نبلش حديثنا ونقول أنه أكيد حضرتك مع الثورة، صحيح؟ طبعاً طبعاً. تحالف وطني كان تحالف وطني خلق بال 2017 وخاض انتخابات 2018. يعني تحالف وطني كان نظم انتخابات المعارضة بال 2018 ضد المنظومة، وكانت الظروف أصعب وقتها، ما كان فيه الجهوزية عند الناس بموضوع الانقلاب على الطبقة الحاكمة من جهة، ومن جهة تانية إذا بتتذكروا كان في مشروع سيد، ما هيك؟ سيد أعلنوه قبل الانتخابات بكم شهر إنه جاي 11 مليار دولار على لبنان، خلاص شو بدكم بعد؟ بقى مشوا العالم. نحن نجحنا بالمبدأ مع ثلاث نواب، لكن التزوير خلينا ما نقدر نطلع إلا نائب واحد على البرلمان اللي كانت بورا يعوبيان. ولما بلشت 17-20 كنا بين الأول بالشارع، يعني كنا يمكن أول أو تاني خيمة ركبت بتكون على ساحة الشهداء. من هون خليني أسألك، ونشوف عندك على مواقع التواصل الاجتماعي كتير عم بتدافع عن الثورة ومع الصور، ومن ناحية تانية كمان شفت عندك بوست وخاصة على فيسبوك عندك استدعاء بتقول لسمير جعجع كيف استدعوه لوزارة الدفاع بلا سواء من السياسيين أو شكوك فيه وهيدا مرفوض. فهون حضرتك عم تدافع عن الثورة وكمان كأنك عم تدافع عن دكتور سمير جعجع. ما عم دافع عن سمير جعجع، عم دافع عن القانون ودولة القانون. دولة القانون لازم تطبع على الجميع. بس قلت ليه استدعوا سمير جعجع وما استدعوا غيره؟ طبعا هيدا لأنه في استنسابية بالقانون، يعني لما بيصير أي شيء لازم القضاء يشتغل من دون استنسابية. يعني نحن ما عم دافع ابدا عن القوات، وبالعكس نحن ابدا مش مع طريقه القوات. في عنا كثير قضايا فيها مش كقوات، ولان كلهم يعني كلهم هو كلهم يعني كلهم، بس عم تحكي عن سمير جعجع مش هيك؟ عم بقول لك عن القوات، نحن بنعتبرهم جزء كلهم، يعني هن الست الاساسيين بيناتهم في القوات. صح. ايه، بس هذا ما بيعني انه نحن لازم نخرق دوله القانون حتى مع هو. دولة القانون يا ما بتطبق على الكل يا ما بتزبط. يعني ما فينا نعتبرها انك حضرتك مايل ل 14 اذار. انا يعني عملنا سياسي للمحور، 14 اذار فشلت الفشل الذريع، و8 اذار كذلك. فانا ماني مايل ل 8 ولا 14، انا مايل ل عدم التبعيه للمحاور، ولا إيران ولا السعودية ولا أمريكا ولا روسيا. أوكي؟ نحن بدنا لبنان يكون عنده علاقات مميزة مع الجميع بس من دون تبعية. بدنا استقلالية القضاء، بدنا كتير إشياء. الموضوع الاقتصادي اليوم كل شيء الأساس شيء. هو الموضوع الاقتصادي، هو الخروج من الأزمة الاقتصادية اللي نحن فيها. صح. يلي منه يعني منه سهل بس منه معجزة إذا بلشنا نشتغل مظبوط على الموضوع وركزنا على الموضوع حتى نوصل لنتيجة. بدك فينا نحكي بالموضوع اللي بدك. أيضا كمان بتقول حضرتك أنه في احتمال تكون عم تحالف مع الكتائب. لا، نحن تنكون واضحين، الستة وتوابعهم، أحزاب الستة وتوابعهم منحطوا المحل. في بعض القوى منسميهم القوى المعارضة يلي تميزت من عن هالستة، هن الحزب الشيوعي والتنظيم الناصري، تنظيم الشعب الناصري، وحزب الكتائب. يعني لا طبعا في غيره بس هول الاساسيين. هول بنميزهم ليه؟ لان بالنهايه نحن بدنا نبني لبنان مع كل اللبنانيين، حتى مع اليوم مناصري حزب الله والتيار الوطني الحر. هول اللبنانيين شو بدنا نكبهم البحر؟ اكيد لا، هول معنا، هول شركائنا بالبلد بالوطن. لما بيجي حدا منهم بيعمل خطوة لصوبنا، ولو فترة ما بيعمل خطوة لصوبنا،
نحن لازم ناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار، لكن هذا لا يعني ذلك انه نحن رايحين على الانتخابات النيابيه بتحالف مع الكتائب ومع غير الكتائب. صح، انه نحن بنهايه المطاف انه نعتبر ضدهم. هلا لو ماله لقلنا ببعض، ليك راح اقول لك التوجه وين. التوجه هو لانه يعني منه سر، هو المجموعات الثورة أو مجموعات 17 تشرين منقسمة حول الموضوع. في منهم عم بيقولوا لازم يشارك انتخابات مع الكتائب ومع الناصري، ومنهم عم بيقولوا لا. فعم نوصل تقريبا على نوع من تفاهم أو نوع من كونسنسوس إجماع، على أنه نوع من توافق على أنه نعمل نحن ائتلاف من دونه ابدا، من دون أصلاً. لكن اللي بده يشارك معه بمحل نحن ما عندنا لائحه في شارك معه. اذا نحن ما عندنا لائحه مثلا بالمتن، مثلك عم تحكي بالكتائب، اوكي بينزل كان الكتائب، اذا نحن ما عندنا لائحه بالمتن وفي حدا بده يشارك مع الكتائب يشارك مع الكتائب بصير، لانه هذا يعني عم بيطلع الفكره انه عم بيطلع نايب من عنا. ايه بس عم ينخلط مع حزب معين، عم ينخلط يعني غير الفكره تبع الثوره. ما تغير فكرة الثورة، نحن بقلك نحن نسيج، نحن بالبلد قاعدين، نحن منا شيء انه دمنا غير عن دم العوني والحزب الله والقوات والمستقبل. نحن كلنا لبنانيين عم بدنا نبني بلد كلنا سوا، بس نحن واقفين ضدهم. نحن هلا ضدهم بالسياسي. صح، عم بقلك الكتائب والناصري والشيوعي عدلوا يعني تميزوا بوضوح عن البقية. يعني نحن اذا بنشوف ممارسة أسامة السعد ونواب الكتائب بمجلس النواب من 2018 لليوم، صراحة ما عملوا أخطاء، يعني صوتوا مثلنا تقريبا على كل الأوانين، يعني من رفض الموازنات والأوانين الأساسية صوتوا مثلنا. كان عندنا نحن نائب بالبرلمان، كان في تنسيق معهم عم نشتغل سوا، يلي ما كان هيدا الشيء يعني مع المسار هيدا مع الأحزاب الستة ولا مع غيرهم. يعني في فرق، بدنا نميز بينهم. بعدين التحالفات الانتخابية منا تحالفات سياسية. إذا حدا منه كتير بعيد عنك أو منه معك، بس منه كتير بعيد عنك، فيك تتحالفي معه انتخابيا حتى طلع نائب زيادة. لأنه تنفترض ما عملنا هذا الشيء وطلع بدل هذا النائب نائب وجهي أو نائب عوني نحكي عن المتن، أو نائب لحزب الله إذا عم نحكي عن صيدا، شو نكون زعلنا؟ كمان بدنا نشتغل. يعني قصدك من السيء للأسوأ بتنقل سيء إذا بدك. ليه في تخوف كبير من أنه ما تصير الانتخابات؟ صراحة هلأ بتحت كنا عم نحكي تحت الهواء عن الموضوع، وعم بيقول لي أنا من الوقت ما أنا واعي تقريبا كل ما نقرب على الانتخابات بيعملوا شيء، لا مش يعملوا شيء، يصير في إشاعات أنه راح تتأجل الانتخابات. هلا تأجلت بال 2013 وكذا مره لحد 2018. هالمره ممكن لانه الاحزاب ما عندها مصلحه تحصل انتخابات، لكن لانه رح تخسر مقاعد، لكن في ضغوط كتير قويه، ضغوط دوليه على الاحزاب وعلى المئات بالذات حتى تحصل الانتخابات. وانا عندي يعني هيك قناعه انه رح تحصل بوقتها بموعدها. صار إذا فينا نقول حلم كل لبناني، يعني بطل الأكل والشرب، صار حلمهم أنه يفلوا من البلد لو بحيلا معيش لو بحيلا شغل. يعني قديه هيدا شيء بحزن وبشع. للأسف هيدا اليوم وضع كل لبناني خاصة الشباب. صح، الشباب عم بيفلوا البلد، عم بيفضى من طاقاته، وعم يبقى بس فيه كبار بالسن. أكيد، ولأول مرة يمكن فينا نقول من زمان فينا نقول اللبناني صار فقير. انه حتى بأزمة العملة بالثمانينات، طب الناس كان عندها دولارات بالكوكي ما خسرتهم، طبعا الناس كان عندهم ليرة طاروا ليراتهم، بس اللي كان عندهم دولار ما خسروهم. اليوم اللبنانيين خسروا جنى عمرهم في كثير منهم. صح، خسروا يعني كل شيء كان تركينهم بالمصاري والاخري، ومعاشهم بطل يسوى شيء. يعني ما بقى اللي عنده مصاري الا اللي كان عنده مصاري خارج لبنان او اللي عنده مدخول بالعمله الاجنبيه، وهيدي مشكله كبيره. مشان هيك كثير ضروري نسرع بالحل للازمه الاقتصاديه. يعني لو نحن
طلع خطة، يعني حكومة حسان دياب عملت خطة، خطة لازار المعروفة بخطة لازار يلي ما كانت سايقة. يعني هاي الخطة في ينبنى عليها كان حتى ينعمل شيء. لو بلشنا بوقتها، عم نحكي من سنتين، لو بلشنا بوقتها نشتغل كنا اليوم ما كنا هون. بس ما هي ما تطبقت الخطة. طبعا ما تطبقت، ما تطبقت لأنه الخطة وقف بوشة إذا بدك كارتيل بين الزوجين، المصارف والسيسيين. والسيسيين عندهم عدد كثير منهم عندهم أسهم بالمصارف، فوقفوا وطبعا بط مركزي معهم وفشلوا هالخطة للأسف. يعني كنا محل آخر لو بلشنا بشرنا بالحل من وقتها، كان بعده الدولار تحت 10,000. صح، كنا نظمتنا شوية أكيد. وشو الحل طب بهيك موضوع؟ الحل مباشر دغري، أول شيء بالإصلاحات. اليوم لك عم بينطلب الإصلاح بالكهرباء، أول إصلاح هيئة ناظمة. لك يا خي عين هيئة ناظمة، شو بدها؟ عين 5 أشخاص 6 أشخاص بيفهموا بالهيئة الناظمة، بيفهموا بالكهرباء على الهيئة الناظمة، شو بدها؟ بس لا، كل واحد بده يعين حدا من قبله، حدا من قبله وتوزيع طائفة وعارف شو، وما نوصل لنتيجة. أصلا مئاتي كان قايل إنه ما راح يعملها لأنه شايفها كتير صعبة. هلا حاطين له إياها شرط تنجيبوا الكهرباء من البنك الدولي، حطيتها شرط يعطينا سلفي نحن حتى نجيب كهرباء من الأردن ومن مصر. فهلا صاروا مضطرين يلاقوا لها حل هيدي، بتأمل راح يلاقوا. بس إنه بدنا نبلش نحن بالإصلاحات، أول شيء الكهرباء، أول شيء. بعدين في التدقيق الجنائي، وينه التدقيق الجنائي؟ هلا امبارح بمجلس النواب مددوا يعني نكتت إذا بدك رفع سرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان، كأنه بينما وزيرة العدل بوقتها كان عم بتقول ما في أصلا سرية مصرفية على حسابات الدولة، ما في سرية مصرفية. بقى التدقيق الجنائي، الكهرباء، بلش أول شيء بالإصلاحات، بعدين بدنا نعالج القطاع المصرفي والقطاع والدين العام. كيف بدك تعالجيهم هولي؟ أول شيء المصارف عملياً أفلسوا. لما البنك ما بيعطيك مصرياتك معناتها أفلس. اليوم نحن عم ندور بس أفلس. لما خسارة المصرف تتجاوز الرسمال تبعها يعني أفلست، يعني هو أفلس المصارف. أو عم يقنع العالم أنه أفلس؟ لا أفلس، المصريات غير موجودة، غير موجودة. مش أنه هني حاجزين المصريات، غير موجودة، أفلس. أوكي. إيه أفلس، راح مصريات معروفة راح وراحوا دفاعا عن سعر الصرف وتمويل الكهرباء وتمويل ورد للديون الدولة. يعني راحوا المصريات بهذه الطريقة. عم نحكي بمبالغ، عم بيقولوا 69 مليار دولار. راحوا، هاي الخسارة. طيب هول شو بدنا نعمل فيهم؟ هول رسمال البنوك كلهم على بعضهم 20 مليار، الخسارة 69. معناتها خلص أصحاب البنوك ما بقى لازم يكون عندهم ولا أي دور. عادة لما بتفلس مؤسس بيتنحوا، لازم أول شغلة تاخذي أنت رسمي المؤسس قبل ما تدق بالزبون. يعني اليوم المودع ما لازم يتاخذ منه دولار قبل ما كل أصحاب المصارف يردوا كل صح. أنا أخذوا كل طبعا المودع بالأول، اليوم عم بياخدوا من المودع. كل ما نحن نسحب 100 دولار من حسابنا بالدولار عم بياخدوا 80% أو 85% حسب هذا منهم. يعني البنوك عم بياخدوهم، مين عم بياخدوهم؟ البنوك. ما أنا هذا دين للدولة، كان للبنك سوري، أنا اللي بنحط وديعة بالبنك، هذا دين للبنك، دين عم بيرد لي 15% وعم بربح لي جميلة كمان، وهو مصرياتك وهو مصرياتي. بقى لا، هاي في مشكلة. دونك بدك تعمل اعاده هيكليه للقطاع المصرفي، وبنفس الوقت اعاده هيكليه للدين تبعنا، الدين الخارجي بصوره خاصه، حتى يصير عندنا مستوى من الدين يكون تقريبا 60-70% من الناتج القومي، حتى يكون في عندنا استدامه نحن بالنمو، والا ما فينا نكمل. بعدين في كثير اشياء بدها تنعمل بنفس الوقت، يعني إصلاحات في قانون الكابيتال كنترول. بنفس الوقت بتجي على استيلي القضاء. ليش بدك على استيلي القضاء؟ حتى هيدي بتخلق، غير انه المحاسبة شيء اكيد، موضوع صحيح. المحاسبة اساسي، اول شيء المحاسبة ايه موضوع اساسي، بس كمان
انون اسئلية القضاء عم بيخلق جو ايجابي للمستثمر حتى يستثمر بالبلد. هو بيعرف انه اذا استثمر بلبنان وعنده مشكله مع اللبنانيين ما حيجيك قضاء على حساب حدا محلي شركه او زبون يجي يمشي ضده. اسئلة القضاء امر اساسي. وبدنا نشتغل كمان بوضع الحالي على الحمايه الاجتماعيه. الناس ما بقى حامله الوضع. عندنا اليوم اجى من حقوق السحب الخاصه تبع صندوق النقد الدولي 1,100,000,000 دولار من شهر افتكر على من 3 اشهر او 4 اشهر دفعوا للبنك مصرف لبنان. هو لي حق لبنان كان من وراء هولي في 1,100,000,000 اجوا غير بدون اي شرط. هولي عنده 1,100,000,000 بحساب مصرف لبنان. شو نعمل فيهم هلا؟ نجي بعد في عندك 245,000,000 تقريبا هولي راصدينه البنك الدولي للبنانيين اذا بدهم للبنانيين لحمايه العائلات الاكثر فقرا. ليه ما عم يحمون؟ ما عم يحمون لان ما عم يتفقوا على اللائحه. كل واحد يعني بيحط جماعته. كل واحد بيحط جماعته. طيب البنك الدولي عم بيقول لهم عاد بعطيكم اياهم بس مين بدكم توزعوهم؟ اعطونا اللائحه. نعم ما في لائحه. ما في لائحه. لا لا بس اللائحه بده البنك الدولي يوافق عليها لانه بيعرفهم بيوافق عليها. وفي عنا تقريبا 340,000,000 دولار كمان هولي كمان كان رصدينهم للنقل العام. هولي فينا نحصل عليهم هلا هلا بكره فينا نستعملهم. شو هاد يفيدوا يعني؟ هلا فينا نستعملهم. شو قاعدين عم نعمل نحن؟ عم نكب مصاري بالسوق دولارات حتى نخلي الدولار بسعر الصيرفي. عم بيكلف كان اول اسبوعين كان العمليه كلف 500,000,000 دولار عم يعني خفوا انخفضوا احتياطي بنك لبنان بنك مصرف لبنان ب 500,000,000 دولار حتى نخلي الدولار ب 20,000 ليرة يلي هذا الشيء غير مستدام. هذا بعد اسبوعين ثلاثه شهر بيتغير. بنك مصر ما حيقدر ما حيخلص دولاراته. شو بده رح يرجع يشب الدولار على بيرجع بياخذ من العالم اللي باقي. بدل ما نحن عندنا هالمبلغ هالمبالغ هاي بدل ما نستعملهم هيك شو فينا نعمل؟ فينا نبلش نشتغل على موضوع الكهرباء. فينا نعمل هو 245,000,000 خلينا نحن نوزعهم على فعلا العائلات الاكثر فقرا واللي احسن شوي اللي عندهم حسابات بالمصاري. يا اخي ما بدهم جميلتك. اعطيهم عمل لهم تعميم جديد مصرف لبنان يسحبوا مبلغ معين بالدولار بدل ما انت تعطيهم مصاري. خليهم يخيزوا مصرياتهم ما بدهم مصرياتك. اعطيهم مصرياتهم هن بالدولار لانه شو عم نحكي نحن عم نوزعوا على وزعوا 100 دولار على العائلات. عم نحكي ب 100 دولار مش اكثر يعني. بقى انت اذا بتعطي 100 و100 وشوي خليوا الجميع يسحبوا مصرياتهم على مبلغ معين. ما فينا نحن نسحب هالكل الناس يسحبوا مصرياتهم لانه مش موجود المصريات بس انه يطلع لهم شيء العائلات الفقيره او العاصمه فيهم يسحبوا شوي ونبلش نستثمر بالنقل العام. صار سعر البنزين كثير عالي كثير عالي بس على حصتي بطل في عجقة السير بالبلد حلو يعني. بس في بدنا نعترف للحكومة بشغلتين. حلت عجقة السير. ايه متشكرها على هالموضوع. حلت عجقة السير. حطت بنزين ب 350,000 ليرة التانكي بطل في عجقة السير. وكمان شغلة تانية يمكن شركة كهرباء لبنان هي أول شركة كهرباء بالعالم بطلت تلوث كمان زيرو كربون ايميشن بطلت تلوث يعني يعني بلا قصد عملت شيء بوزيتيف بنعترف له فيه. بس اكيد مولدات الكهرباء قد ايه عم بيلوثوا يعني الوضع كارثي. نمزح هون الوضع كارثي. ف كثير مهم نحن هالمصريات هول نستخدمهم لحل ازمه الكهرباء. بلش شو بدنا نشتري كم سنترال؟ نشتري سنترال مليار كهرباء كلها سوا بتكلف 3.5 مليار والحل شامل. طيب ليه ما نبلش بهاي دول؟ نحن كان عنا عجز كل سنة بمليار ونص مليار ونص دولار كهرباء. 3 مليار كنا حلينا القصة كلها من أساسها. اليوم عم نكب كبوا 6-7 مليار دولار بموضوع دعم المحروقات بآخر أشهر. 7 مليار كنا ركبنا كنا حلينا الكهرباء مرتين بهالمبلغ. بقى ليه؟ لأنه في غباء صراحة. في غباء وفي سرقة وفساد. في سرقة وفساد طبعا. أنا حليك شغل بهيدا دعم المحروقات مولوا حملتهم الانتخابية. جماعة مولوا حملتهم الانتخابية وخاصة الأفريقان كانوا مسيطرين على موضوع التحليل.
فاذا نحن فينا نعمل شغلتين بالمره، نبلش نستثمر بالكهرباء ونستثمر بالنقل العام. استثمر النقل العام، بلش بسيط، بلش نعمل بسيط بشريك بطريقه جديه بسيطه مرتبه مع محلات ستوبات. هيدي اذا واحد ببلش بالمشروع اليوم بعد 6 شهور 8 شهور سنه بس هذا لين مضى ولين قبل المشروع بده ما نحن تيبلشوا ما بلشوا ولا يبلشوا ما يبلشوا مش احسن ما انه نكبهم تندافع عن سعر الصرف؟ يعني في كثير اشياء بتنعمل بس هول هيك مهم يقرروا بسرعه. مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع معكم. رجعنا معكم بعد الفاصل ببرنامج حديثك على الهواء مع ضيف الاستاذ مارك جعره. خلينا نكمل ونقول انه في مؤتمرات وائتلافات كثيرة عم بتصير، فبيفوتوا العالم وبيحضروا على اساس مش الحال وبيظهروا ما حدا بيلتزم بمضمون هذا المؤتمر. مؤتمرات شو قصدك يعني؟ انه عن الثوره عن الوضع. ليكي صار في كثير مؤتمرات او اذا بدك ايه هيك مثل لقاءات واسعه او هيك شوي توعي شوي مرتجل. يعني انا بقرر بعزم 70 واحد، بعمل بحجز صاله، بعمل مؤتمر، مش هيك مش يعني هذا الشيء ما بيعطي نتيجه. اذا بدك تعملي ائتلاف يعطي نتيجه بده يتحضر، بده يتحضر باجتماعات مكثفه ومع نفس العالم ونوصل لنتيجه والنتيجه تكون مكتوبه. هذا الشيء عم بينعمل ومتقدم بموضوع الانتخابات. شو الحل العين انه الاحد كان في الاحد الماضي كان في مؤتمر وبدل ما يكون مؤتمر سلمي فصار في مشاكل لو تخربت الدنيا، فانه ها عينه عن هيك مؤتمرات الاحد الماضي مؤتمر وين كان في مؤتمر للثوره على اساس انه يحكوا ويوعوا العالم وهيك، فانه ما بعرف صار مشاكل صراحه ما بعرف انا ما سمعت عن المؤتمر انا احد بس انه شو رايك بهيك مواضيع انه بدل ما يكون سلمي وتكون عم تتوعى العالم انه ليكي لانه عم بقول لك هول مرتجل يعني اللي بتعملي مؤتمرات مرتجله مثل ما صراحه سمي يعني بس صار كذا مؤتمر مرتجل بهالطريقه مش هيك يعني بدك تشتغليها بدل عمليه بدل الاشياء تتحضر لانه بالنهايه الثوره وهذا هي من الناس وفي اراء مختلفه يعني كل الناس ما لنا على نفس الراي بكل بالتفصيل ومع انه بالاجمال على الورقه السياسيه يعني ما في مشكله الكل متفق لكن بالتفاصيل ما بتفرق. طب كيف فينا نعمل مؤتمر ويكون سلمي وخلص بده يتحضر المؤتمر؟ يعني انا هلا عم نشتغل على ائتلاف للانتخابات بقوة 17-20 وبتأمل انه هذا الشيء راح ينتج منه مثل على مؤتمر او ما شو بدك تسميه بس مثل لقاء كبير علني وعم بيعلن عن شيء معين بهذا الموضوع. واذا بمؤتمركم كمان صار هيك شيء لا ما حيصير لانه هذا مؤتمر محضر ما حيصير كل المجموعات وكل المعنيين هن موافقين بيكون حيجي حدا مش موافق انه طابور خامس او شيء ساعتها شو بتعملوا كيف تزبطوا الوضع؟ لا اللي المدعو على المؤتمر هو اللي عم بيحضر كل الاجتماعات هو موافق ما حيجي يوافق ونهار مؤتمر شيء يعمل مش انه المؤتمر ما راح يكون مثل حديث مرتجل كل واحد شو رايه ويفوت حدا عليه بيعته فلان شيء عالم تفوت تخرب تنزعج من الموضوع لانه هذا مؤتمر مسكر على هذا الموضوع ومحضرين. ليش اذا ما توحدت قوة 17-20 رح تخسر فرصه تاريخيه للتغيير؟ ليش اذا ما توحدت رح تخسر؟ لانه مش انه اللي توحدت ليكي قوى 17-20 ما عندها جماهير تابعة لها انه بتجير لها اصواتها ما عندها. قوى 17-20 حتى تنجح بالانتخابات بدها تخلق موجة تخلي العالم تيجي تصوت لها هيك او ماس يعني ما خلقت هالموجة بعد؟ اللي بيخلق هالموجة هي الوحدة. يعني اذا اعلن وحدة 17-20 قوى 17 مع براند مثلا واحد وانه نحن نازلين كلنا سوا الانتخابات بهول الاسماء ونازلين بهالديره مع هول الاشخاص بهالديره مع هول الاشخاص بهالديره مع هول الاشخاص هيدا بيخلق براند. بس عم بينزل اسماء بعده دوائر عم بيخلق ائتلافات
وهول الائتلافات عم تشتغل سوا لتعمل ائتلاف الائتلافات. اوكي شفتي كيف؟ والهدف يكون فيه ائتلاف 15 ائتلاف ب 15 دقيقة. هذا الهدف. هذا الشيء بعد ما وصلنا له. هلا إذا وصلنا على 12 أو على 13 مش سيء. طيب هي الفكرة نوصل على شيء من هذا النوع والكل فهمان هذا الوضع والكل عم بيعمل كل جهده ليوصل له. اوكي وهل رح نوصل لهالموضوع؟ انا بفتكر رح نوصل لانه ها فرصتنا الوحيده لنغير. يعني اذا هلا ما غيرنا بدنا نرجع ننطر 4 سنين ثانيين. هيدي فرصه ما رح تتكرر بعد 4 سنين. ما رح تتكرر انه هلا الفرصه اجت. فرصه هلا. ايه وبالنسبه للوائح هل فيكم تنزلوا لوائح موحده بكل الدائرات؟ ما هي هي الفكره الموجي الائتلافات انه يكون في لوائح بكل الدوائر. هلا هل رح يطلع لوائح ثانيه لاشخاص منهم من الاحزاب؟ اكيد اكيد. ومش بس اكيد رح يطلع كمان لوائح من دسي من الاحزاب نفسها وعم تعطي عندها طابع انه انا مستقل او هيدا الشيء اكيد. بس مشان هيك الموجه مهمه وكيف بدك انت تعرفي عن اللائحه الاساسيه هي بالبراند. بدك تخلقي براند معين واللائحة اللي عندها هيدا البراند رح يعرفوا الناخبين انه هاي اللائحة الاساسية. اوكي ليه بعد لهلا ما طلعت هيدا البراند؟ حيطلع. اي متى؟ بعد في انجا وقت للانتخابات؟ حيطلع قبل الانتخابات. ليه بتشوف انه اساس الانتخابات التنظيم تبعه؟ طبعا التنظيم طبعا. الانتخابات من دون تنظيم فيها فشل اكيد. يعني انتخابات فيها شق تقني مهم جدا من الداتا، يعني المعطيات اللي عندك عن العالم. بدك تعرفي مين بيصوت لك نهار الانتخابات اذا ما عندك مندوبين. نحن كان عنا، انا كنت مرشح بال 2016 مع بيروت مدينتي على الانتخابات البلديه، وبال 2018 نظمنا انتخابات النيابيه. بالاثنين يعني بالانتخابين هول الاثنين ما كان عنا مندوبين كفايه. ولمن ما عندك مندوبين بيلعبوا بالنتيجة ما بدهم. صح. هيدي ضمن التنظيم، يعني بدك يكون عندك مندوبين، بدك يكون عندك تمويل، بدك يكون عندك كوميونيكيشن كثير منيحه، وبدك يكون عندك داتا، وبدك تكوني جاهزه نهار الانتخابات. المندوبين مش يقعدوا يتفرجوا، المندوبين يراقبوا، مش بس يراقب، يراقب وكمان بده يشوف مين اجى صوت، مين اللي اجى صوت، ومين اللي بنعرفهم انه هن المفروض يصوتوا معنا ما اجى، حتى نحن ساعتها بنحكيهم فلو ايوانا بتاع تفضل بتاع صوت. هذا الشغل شغل الانتخابات هو شغل فيه شيء كأني مهم جدا ضروري ينعمل. وانا بدي اعترف الاحزاب اقوى منا بهذا الشيء. صح. عندهم امكانيات وتجربه اكثر. وكثير اوقات المندوبين بيكونوا محسوبين على احزاب. طبعا. فيعني ما بيفيدوا بالمراقبه، يعني بيكونوا عم يراقبوا لمصلحتهم وبيصير في زعبه. بس هيك نحن ان كان 2016 او 2018 نهار الانتخابات في نص المندوبين ما اجوا. او فلوا وقتها صار بدهم. ما اجوا. بالمره من اساسه ما اجوا. هني انه انت طمنتي بالك عندك عدد مندوبين، شو بتيجي الصبح ما بيجي، يعني هو محسوب على غيرك، وانه اجى تسجل حتى يطمنك انه انت عندك عدد ما بيجي. طيب مين بيحاسب على الموضوع؟ كيف بدك تحاسب؟ شو بدك تقولي له؟ انه بدنا انتخابات نزيهه. كيف بتكون؟ ما بتكون هيك انتخابات نزيهه. هلا اذا المندوب ما اجى راح علي، ما في انا بدي ما فيني حط حق حدا تاني. انا بدي امن المندوبين يجوا، هيدا شغلي. هلا انتخابات النزيهه بتصير بعده قضايا. في التزوير المباشر مثلا، في عندنا موضوع في هون موضوع في شغلتين بدي كثير اركز عليها. اول شيء كثير ضروري يكون في مراقبه دوليه، بس مراقبه دوليه مهمه شفافة. قويه شفافه اكيد، بس مهمه، مش انه يبعثوا 10 او 12 واحد مثل ما عمل الاتحاد الاوروبي ب 2018 واجا صرح انه الانتخابات كانت روعه وما في اي اشكال الموضوع. لا، بدنا مراقبه دوليه فعليه وتروح بكل المناطق وتراقب فعلا. هيدي واحد، هيدي امر كثير ضروري. والامر الثاني هو اقتراع المغتربين. المغتربين هن بيصوتوا قبلنا هون باسبوع او 10 ايام او 20 ايام هن. لكن ما بتنفتح الصناديق الا نهار بتصير انتخابات هون، يعني بينتركوا بمحل، يعني في عنا 8 جمعة اسنديد لحال عم تبرم. نحن إذا ما عرفنا وين لنا اسنديد، يعني حتى إذا عنا مندوبين هون، طالما المندوبين ما حيكون على الفرز، طالما ما في فرز
كتير ضروري نعرف الصناديق وين صارت، مش هيك؟ ومين عم يراقبهم ضروري؟ لازم تكون عند بجهه ثالثه مع حدا ثالث، حدا منه تابع للدوله، ما عندنا السر الدولي صراحه. حدا تابع حدا قانوني، حدا ما بعرف كاتب عدل، شيء هيك، لازم يكون جهه حياديه تكون هي عم تستلم هالصناديق لنهار الفرز. هذا امر كتير ضروري وبدنا نشتغل عليه حتى نقدر نحصل على هذا الشيء. انه ما عم ثقه بحدا يكون عم يراقب هالصناديق. لا اكيد حدا من الدوله، يعني من وزاره الداخليه. ايه انا اذا بعتنا حدا من الدوله ما في ثقه. اكيد ما عندي ثقه بوزاره الداخليه تراقب الصناديق، لانه وزاره الداخليه فرجت، يعني اعطتنا ديجا ادله بال 2018 وقبل 2018 شو قادره تعمل بالانتخابات. وكيف فينا نضمن انه الصناديق يضلوا لوقت يجوا لعنا؟ عم بقول لك بده يكونوا عن جهه حياديه. جهه حياديه قانونيه حياديه تكون عندها صناديق. ليه هلا الدوله تذكرت الميجا سنتر؟ هيدا بفتكر محاوله مؤخره. هي مش الدوله، هي رئيس الجمهوريه. ايه هلا اتذكر اسم الله عليه، تذكر هلا الميجا سنتر. طبعا ليسهل على المواطنين، هو هيدا الفكره. هلا رح يلحقوا قبل الانتخابات يعملوا كل شيء. الميجا سنتر هي محاوله بس انا برايي فاشله لتاجيل الانتخابات. انه هل ميجا سنتر كان امر ضروري ضروري صح. جدا بس مش هلا انه ما في وقت. لكن لما عدلوا القانون من شهرين او ثلاثه كان لازم يحطوا الميجا سنتر، مش هلا. هلا هيدي يعني اكيد انه هيدي كيف يقولوا محاوله لتاجيل الانتخابات، ذريعه لتاجيل الانتخابات. محاوله فاشله برايك؟ برايي فاشله. خلينا نحكي حسب تحالف الوطني، رحنا بهالانتخابات بوضع البلد هيك، قد ايه الثوره فيها انه تخرق؟ ليك انا ما حقول حسب تحالف وطني، بس حقول رح اجاوبك على السؤال حسب اللي عم بيعملوا استطلاعات الراي. اوكي. اللي عم بيعملوا استطلاعات راي عم بيقولوا هن انه اذا كنا موحدين، اذا ما كنا موحدين موضوع اخر، لكن اذا في لوائح موحده بكل لبنان وعم ننزل في ارقام ممكن تفاجئ الجميع. يعني الارقام عم بتروح من 20 30 ل طلوع منيح. واذا ما توحدنا؟ اذا ما توحدنا الامر مختلف، اكيد الامر مختلف، لانه العالم في عدد من الناس رح يقعدوا ببيوتهم. اذا شافوا انه ما طلع شيء ما رح يكون في حماس، حيقعدوا ببيوتهم. نحن بدنا العالم تنزل تصوت، ونحن مش نزلين على الانتخابات حتى ناخد فوت على المعارضة. نحن بدنا نحكم، بدنا نربح الانتخابات. لا تصيروا من جوا. مش نصير من جوا، نصير نحن عم نحكم بلاهم. بس جوا أكترية نكون نحن ما فيكم تمحون على الآخر. نحن محون، هن معارضة بيصيروا. والحسين عندكم جوا معارك أضرب من اللي برا. كيف يعني؟ يعني بس تصيروا جوا معهم لح تتقنوا على أمور. مجلس النواب بيشتغل شغله. بينطرح قوانين، مجلس النواب بيوافق عليهم بالأكترية. هالقوانين نحن إذا عنا كتلة كبيرة من سجمة بدها تصدق على هالقوانين، وإذا عندها أكترية أو إذا ما عندها حتى أكترية على الآخر بس إنه ناقصها شوي على الأكترية، ممكن في ببعض القضايا بعض الأحزاب المعارضين يوافقوا. ومنهم رح يقفوا بوشكم. وممكن يقفوا بوشكم هلا إذا يعني أنت بالنهاية بده العمل الديمقراطي بده يشتغل شغله. إذا نجحنا بالأولين قدرنا نقطعها بالنسبة للخط 29 للحدود البحرية للبنان، ليش أثارت هالموضوع هلا؟ الخط 23؟ 29 للحدود البحرية. المشكلة والخط 23. الخط 29 صار واضح من قبل قيادة الجيش، من قبل الشركة البريطانية UK هذا، انه هذا الخط يلي هو الخط علميا الصحيح. وميشيل عون لما بلشت المفاوضات اخر مرحله هو طرح هذا الشيء وكان معه حق. اوكي. كان معه حق يطرح الخط 29 ودعم رئيس هذا ال بتذكر شو رتبته اللي كان رئيس لجنه المفاوضات ياسين. اوكي. ضابط ياسين
دعموا ومش دافعوا عن موقف لبنان، لكن طبعا اسرائيل ما وافق. اسرائيل بدها تاخذ ميه لبنان. عم نحكي نحن بين خط 23 وخط 29 في 1400 كيلومتر مربع. 1400 كيلومتر مربع، ايه مش مزحه يعني. نحن مزارع شبعش 20، هون عندنا 1400 كيلومتر مربع، وفيهم غاز كمان. مزارع شبعة ما فيه شيء، هون فيهم غاز. اوكي طيب، المقاومه غائبه عن الموضوع، ما بيهمها الموضوع، هي متكله على السلطه السياسيه هون، ما عندها مشكله. هذه هون هي بتقول لما بيناسبها بتقول نحن ما خصنا الدوله بتاخذ قرارها بالموضوع. على كل خط 23 هي كانه كله يعني، اذا واحد بيرجع على تاريخي بلشنا من خط 1 للخط 23 كله كان تخبيص بتخبيص. اصلا الاسرائيليه ما كان بدهم اصلا، كانوا بالاساس مشوا بال 29 لو نحن حطينا 29. ما نحن رحنا، وكان وقتها كان وقتها وزاره بترأسها النقاطي، راحوا على قبرص اوكي يتفاوضوا معهم على الحدود، وبيجي الوفد اللبناني بيرسوا من خط 1. لما بيرجع لهون بيقول لا والله مش خط 1، الخط 23. بس لما اجت اسرائيل عم بتفاوض مع قبرص اخذوا الحدود اللي كانوا حاطينه خط 1. فاذا اجت اسرائيل والله لبنان عم بيقدم لنا 1400 من 23 29 زائد 800 من 1 ل 23 2200 كيلومتر مربع، مش رح يقولوا لا اكيد، قالوا لهم نحن بناخذ على الواحد. لمن فاق لبنان انه لا فاق وقت تذكروا انه اعطينا الزياده. انتبه شغله كثير مهمه، لانه هيدي هون بلشت من هونيك الخيانه العظمى. لما قدموا الملسوم 6433 اذا غلطان على موضوع الخط 23، قبل ما يقدموا هيدا الملسوم خط 23 بفتره وجيزه يعني يمكن بنهار او نهارين، اجاهم تقرير الشركه البريطانيه يلي عم بتقول الحدود هي على الخط 29. ما قصرت معهم، قدموا مرسوم كمل. عملوا مرسوم على الامم المتحده على 23 بدل ما يعمل، ما كان خلق 23 كان 29. وسكنت بلشت مفاوضات على 23، كل العالم ناسي 29. بيجوا الامريكان بيبعتوا وسيط، هذا الوسيط بحط خط بالنص خط هوف، ويعتقد لك قديش انه غلط الخط، انه عاطي اللبنانيين يعني مانتين الوسيط الامريكاني بده يعطي لبنان اكثر من اسرائيل. يعني عاطي بين 1 و 23 عاطي الجزء الاكبر للبنان، اكبر بشوي يعني، بس عاطي الجزء اكبر للبنان. لانه عنده مصلحه، لانه هن 29 هن عنده ال 29 اخذينهم كلهم هونيك. لما بلش المفاوضات هون طلعوا قصه ال 29، وقفت مفاوضات لانه كانوا فاكرين الاسرائيليين والامريكيين رح تنبات على خط هوف. طلع 29 وقفت مفاوضات. اليوم رجعنا عم نقول 29 مش موجود، 23 دوك معناتها تعالوا نتفق على خط هوف. بس بدنا نعرف شو في خساره ماديه يعني موثقه اليوم بهذا الشيء. الخط 23 بيعطي لبنان نصف حقل غاز اكتشفوه موجود اسمه قانا نصه. اوكي. بينما اذا اخذنا 29 قانا بيصير كله عنا. وال 29 طق في حقل ثاني اسمه كاريش. هو الاسم الاسرائيلي بيعطوه كاريش لانه هو الاسرائيلي يقول. بالخط 23 بيصير كله بيصب عند الاسرائيليين، بالخط 29 اكثر من نصه بيصب عند اللبنانيين. اوكي. فهون عم نحكي بمليارات الدولارات الموجودين. المقاومه وعم بشوفها مين بده ياخذهم. ورئيس الجمهوريه اللي 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 انا وكلنا عم نتهمه بالخيانه العظمى بهذا الموضوع، الخيانه العظمى، لانه انت لما بتفرد بحدود لبنان بهالشكل لاسباب غامضه. ما بدي احكي بعقوبات جبرانبسيلة، ما عندي معطيات. هل في عقوبات جبرانبسيلة؟ ممكن. هل في شيء تاني؟ ممكن. بس هذا امر مرفوض كليا جمله وتفصيلا. برايك مش امريكا عم بتفاوض اسرائيل كرمال تنعم العقوبات عن جبرانبسيلة؟ ليش بتفاوض اسرائيل؟ امريكا اذا بدها ترفع العقوبات ترفعهم. هلا هل هي عم تدعم موقف اسرائيل؟ ممكن انه نحن ندعم موقفكم حتى ما عندي معطيات، كل شيء بيجوز يعني. بس انه رفع العقوبات على جبرانبسيلة هل يعني انه بده يجي رئيس الجمهوريه جبرانبسيلة؟ يعني ما بعرف، هون صار مشكله كبيره. هيك هو عم يطمح يمكن. هو عم يطمح.
هل رح يصير هيدا الموضوع؟ لا ما بفتكر صراحة، ما بفتكر. وإذا صار شو بنعمل؟ يعني يمكن إذا صار بيصير ثورة تانية أقوى بعد، لأنه كمان استطلاعات الرأي بتبين جبران باسيل هو الرجل السياسي الأكثر شيء مكروه باللبنان، يعني أكثر من كل الزعماء الستة جبران باسيل أكثر. وعلى عقوبات وعلى كل شيء يعني ما بعرف. أنا ما بفتكر صراحة. نتشكرك إنك كنت معنا بهيدي الحلقة. في نقطة ما حكينا فيها وبدي أختم هيك على طريقة شوي إيجابية، لأنه في أمل صراحة، في أمل بالشباب اللبناني. هذا الشباب اللي نزل على الشارع، صحيح جزء كتير منه عم بيهاجر هلأ، لكن نزلوا على الشارع، والأمل مش لأنه نزلوا، الأمل لأنه خرجوا ومزقوا حتى العبية الطائفية تبعهم. نزلوا مش كسني شيعي درزي مسيحي، نزلوا كلبنانيين، وهول الشباب الأمل عندهم، هول الشباب اللي راح يعطوا رسالة لبنان، لبنان لبنان الغد، لبنان الغد. ليه؟ لأنه اللي المشكلة اللي عنا إياها عم نعاني منها من السبعينات هي الطائفية، والحل هو باستبدال الطائفية بالمواطن. المواطنة معناتها كل اللبنانيين عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات مهما كانت طائفته. صحيح. مشاهدينا حلقتنا وصلت لنهايتها، انا اكيد بشوفكم بحلقات لاحقه، ومن هلا لوقتها تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي TV17. باي باي.